يلا بينا نشوف بقى اسعار الموبايلات في الامارات ونتصدم مع بعض. تمام، الموبايل ايه ده؟ شاومي 12 لايت. تمام، ده سعره 1699 درهم. تمام، هيخش بقى، هنخش على الاعدادات دلوقتي برضو ونشوف الدنيا كده. تمام، انا مصور لكم وانا بصور ما كنتش بتكلم، فانا دلوقتي بقى بتكلم، بعمل مونتاج وبتكلم، فعشان لو لقيتوني ساكت شويه بتاع مستني لما اجيب الاعدادات حاجات من دي فما تستغربوش يعني، عشان كان في هناك دوشه وكده ما عرفتش اتكلم. الموبايل ده 256 جيجا، تمام، سناب دراجون 778. عامل كام؟ عامل 1699 درهم. ده شكله من ورا، بس الموبايل عامل ازاي؟ 1699 درهم. الموبايل ده على فكرة جديد، ده حديث لسه نازل أصلا. تمام، الموبايل ده شاومي 12 تي. تمام، 1999 درهم، ده 256 جيجا. تمام، 1999 يعني 2000 درهم. تمام، شاومي 20 تي 2000 درهم، 8 مع كام؟ 256 جيجا. ده شكله من ورا، ده شكل الموبايل من ورا زي ما انتم شايفين كده. ماشي، طبعا انا كنت بصور في مول الامارات اللي هو في سيتي سنتر كارفور، تمام، في دبي. ده شاومي 12 تي برو، تمام، 12 جيجا رام. عامل كام يا ربي؟ عامل 2599 درهم، 2599 درهم. تمام، موبايل شكله من ورا زي ما انتم شايفين. يبقى ده الشاومي 12 تي، واللي جنبه تي برو، واللي جنبه 12 تي، والتاني 12 تي لايت. الاسعار من 1500 تقريبا فيهم لحد 2000 وكام زي ما احنا قلنا دلوقتي، 2000 و احنا قلنا كام تقريبا؟ 2500 تقريبا اللي هو البرو. تمام، زي ما انتم شايفين 256. تمام، المعالج بتاعه ده معالج سناب دراجون 8 بلس جي. تمام، 12 جيجا رام، موبايل ملوش حل بصراحة، 2599 درهم. يعني هو ده في مصر عامة يعني في حدود عامل 15000 او 14000 في الحدود دي. نخش بقى على الفيفو، عشان موبايلات الفيفو بأمانة جامدة. ده الفيفو في 25 برو ب 2199 درهم. بأمانة الموبايل ده جميل جميل، 256 مساحة داخلية، 2199 يعني 2200 درهم. تمام، موبايل ده الشاشة بتاعته ايدج جاية محنية من الجناب كده. تمام، نشوف برضو المواصفات بتاعته دلوقتي من جوه. طبعا اندرويد 13، ماشي، رامات 12 جيجا رام زائد 12 زائد 8، ماشي، يعني معاك 20 جيجا، 256 مساحة داخلية. المعالج بتاعه دايموند سيتي 1300. تمام، اوكتا كور 13، الاندرويد 13. الموبايل ده بصراحة جميل، أنا بصراحة بحب موبايلات الفيفو، يعني أنا بحبها. 2200 درهم هتاخد الموبايل ده، 2200 درهم، أنت معاك 20 جيجا مساحة رامات، اللي هو أنت متخيل؟ إحنا قلنا ده الفيفو في 25 برو، ماشي، ده نوع إيه طيب يا ربي؟ ده الفيفو في 25 بس، ما مش برو، ده العادي، 1499 درهم، يعني 1500 درهم. بس هو فاصل شحن. تمام، ده الواو بقى، هروح من الموبايل للهواوي. تمام، السوفت وير بتاع هواوي كده اتغير كده بقى، تحس ان هو يعني تحس ان هو داخل على ايفون كده. تمام، ده الهواوي نوفا واي 90 باين، حاجه زي كده تقريبا، ده عامل 800 درهم. 800 ايه؟ 800 درهم. عارفين يعني 800 درهم؟ هتاخد الموبايل ده، هنشوف امكانياته مع بعض. رامات 6 جيجا، تمام، البروسيسور بتاعه سناب دراجون 660 تقريبا، اهو هواوي نوفا واي 9 واي واي 90، سناب دراجون 680، 6 جيجا رام ب 800 درهم. 800 درهم هواوي نوفا واي 90، 800 درهم، 6 جيجا رام، 665 سناب دراجون. تمام، ده مساحة 128 جيجا. لا موبايل حلو يعني، الأسعار هناك يا جماعة بصراحة مقارنة بمصر أنا مش عارف إيه ده، ده إحنا عندنا في مصر الحاجة نار يعني. موبايل زي ده، موبايل زي ده في مصر يعني 5000 جنيه،
6000 جنيه كمان. انا مش عارف سعره في مصر قد ايه بالظبط، بس هو هيخش في حدود 6. ده شكله من ورا، ده شكل الموبايل من ورا، شكل الظهر بتاع الموبايل. على فكره الموبايلات كلها ماتيريال، انا بصراحه بمسك الموبايل كده مفيش موبايل مسكته من اللي انا بصوره ده غير لما يكون فعلا يعني ماتيريال ماتيريال يعني بصراحه باين عليه. ماشي، ده ايه يا رب، ده هو برضه هو 100 150 برو. تمام، ده عامل 4300 درهم، يعتبر 4300 درهم الموبايل اللي قدامكم ده. الشاشه بتاعته على فكره الايدج، ايدج من الجناب. تمام، نخش هنشوف هنشوف المواصفات بتاعته. ماشي، أربعة آلاف وتلتمية درهم، هواوي 150 برو أو 50 برو. تمام، سناب دراجون 8 بلس جين، 8 جيجا رام. ماشي، تقريبا ده اندرويد 13 تقريبا. تمام، فالموبايل ده عامل 4300 جنيه. هنشوف شكله من ورا كمان اهوت، ده شكل موبايل واو، شكله لونه جميل جدا على فكره. انا اول ما مسكت الموبايل ده ولفيته حبيت لونه قوي. ده عامل كام؟ 4300 درهم. ماشي، خلينا بقى نروح لايه، للبوكيت. ولا الاول هنخش هنخش على موبايلات الاونر. تمام، ده لو هو 100 اكس اس 2. ماشي، بس ده مش محطوط عليه سعر بصراحه، بس انا قلت اما اصوره لكم بالمره. ماشي، نخش على الاعدادات بتاعته برضو ونشوف المعلومات بتاعته ايه. ده سناب دراجون 885. تمام، 8 جيجا رام، 512 مساحه داخليه، يعني حاجه عظيمه يعني. يبقى ده ايه، ده الهواوي هواوي 100 اكس اس 2. ماشي، هنرجع للموبايل ده تاني. انا فاكر ان انا رجعت للموبايل البوكيت اللي هو بيتفتح ده، هرجع اصوره تاني على فكره، يعني لو فضلت سامع الفيديو هتلاقيني رجعت اصوره. كان في ناس زحمه وبتاع فما عرفتش اتكلم. تمام، ده الايفونات، بس المشكله ان فاصلين ومفيش سعر فوق، بس هو هم حاطين ورقه بس مش حاطين تحت كل موبايل، فانا مش عارف ده موبايل ايه او ده موبايل ايه. تمام، هوريكم الورقه دلوقتي. تمام، الموبايلات يعني الايفونات هناك من 3 وطالع او من 2000 وطالع. دي تقريبا دي 13، دي ايفون 13 و13 برو كده. في لسه في تليفونات كتير لسه، احنا لسه معانا تقريبا بتاع 11 دقيقه كمان واكتر. ده الكاتيل، بس موبايلات يعني على قدها، يعني 500 درهم ومش عارف ايه، موبايلات على قدها شويه، عشان كده ما رضيتش افتحها واشوفه. انا يعني عارف ان احنا عايزين الحاجات التقيله. ماشي، هنروح تقريبا هنصور دلوقتي سامسونج تقريبا، هواوي برضو، وده هواوي. ماشي، بصوا الهواوي ده هواوي نوفا 10 اس اي. تمام، ده عامل 1300 درهم. ده موبايل بقى البوكيت، اللي هو هواوي بوكيت. بص الموبايل شكله عامل ازاي، انا سألت عليه تقريبا عشان ما كانش محطوط عليه سعر، كان عامل تقريبا 3999 درهم، حاجة زي كده. شكله لذيذ خالص الموبايل ده، بس كنا كده في الايد حاجة صغيرة كده، تقفله وتفتحه. هنشوف برضو امكانياته مع بعض. زي ما انتم شايفين ده 256 مساحه داخليه، سناب دراجون 888. تمام، 256 مساحه داخليه، 8 جيجا رام. الموبايل لا، موبايل عظيم بصراحه، موبايل حلو، هو شكله حلو يعني، موبايل شكله حلو. هنشوفه دلوقتي برضو كلنا، هنشوفه من ورا. تقريبا داخل في 4000 الموبايل ده، 4000 درهم.
او الموبايل من ورا، شوف الموبايل عامل ازاي، تحس ان انت ماسك محفظه تقفلها كده وتحطها في جيبك. بص لما بقفله بقى، بص الحركه دي، يعني انا هقفله دلوقتي، بصوا بصوا الشاشه اللي ورا دي الصغيره دي تدي موشن كده حلو كده مع الساعه، فبديها شكل حلو يعني. انا تقريبا كنت بسأله وقتها على السعر، تقريبا قال لي 3000 وشويه، دخل في 4000 جنيه. لسه هنصور سامسونج مع بعض برضو، لسه في شويه حاجات هتصورها كده، لسه في موبايلات عظيمه، لسه السامسونج اس 20 تي اللي هو اس 22 اللي هو 22 و22 الترا، دي ساعات بقى، ساعات ذكيه، دي هواوي، ساعه هواوي واتش ماشي، سمارت ووتش، ده عامله 985 درهم. بس بصراحه انا مسكت الساعه دي، الكواليتي بتاعها فظيع، شكلها اصلا جامد، التاتش بتاعها فظيع بصراحه، انا لما شفت الساعه دي عجبتني جدا، قعدت بقى اختبر فيها شويه حاجات وبتاع، انت فاهم، الستاره بقى بتنزل كده. لا لا، ساعه جميله بصراحه، طبعا بتدعم بقى كل الحاجات اللي ساعات بتدعمها، اللي هي قياس نبضات القلب والحاجات دي كلها، والكالوري، الحاجات دي كلها فيها، وطبعا المكالمات، كل حاجة فيها. ساعات بتعتبر داخلة في 1000 درهم ماشي، دي أقل شوية ماشي، وبرضه ده عاملة 700 درهم تقريبا، 699 700 درهم، بس التانية أعلى شوية، دي برضو هي تعتبر نفس ال يعني هي التانية أعلى شوية، بس تعتبر نفس الخامات، في الكواليتي بتاعت التقفيل بتاعتها بتعتبر نفس الخامات، بس التانية بقى ما فيهاش حواف وكده. دي سماعة ايربودز 599 درهم، واوي، اسمها واوي فري بود تقريبا فري بودز، جميلة، 599، أنا مجربتهاش، بس شكل العلبة بتاعتها كده تحس إن هي يعني حاجة كده، حاجة بريميوم يعني. هنخش بقى على الوحوش بقى، على سامسونج ماشي، ده سامسونج ايه 73، 8 جيجا رام مع 256، ده عامل كام؟ عامل 1800 وشوية، 1856 درهم، 1856 درهم، سامسونج ايه 73. نشوف هنشوف السوفت وير وكده، ونشوف المواصفات بتاعته، تمام. ده اندرويد 12 ماشي، مش عارف بقى البنات التانية، مش عارف انا شفتها ولا لا. هو عامل 1600 وشوية، دي الكاميرا بتاعته جميلة، الكاميرا بتاعته ما شاء الله، انا اول ما فتحتها يعني عجبتني الصراحة خالص، عامل 1800، ده شكله من ورا ماشي، سامسونج ايه 73، 1856 درهم، عندنا تقريبا في حدود 8000 جنيه او حاجة زي كده، تمام. ما تحسبش بالمصري يعني، ما تجيش تقول ده 1000 درهم يبقى مثلا ب 6000 جنيه مصري، لا ما تحسبش كده ماشي. ده سامسونج زد فولد 4 تمام، بس ما عرفتش افتحه كامل ماشي. ده عامل كان عامل كام يا ربي، عامل 6616 درهم ماشي، سامسونج زد فولد 4، شوفوا شوف المواصفات بتاعته. ما تنفعش تحسب بالمصري يا جماعه، يعني انت هنا انت في الامارات بتحسب بسعر الامارات، انت ما ينفعش تحولها بالمصر وتقول ده عندنا برضو بكذا، لا انت هناك بتشتري بعملتك، لان انت هناك مثلا لما بتاخد، انت في مصر هنا بتاخد الراتب كام، 4000 جنيه، هناك بتاخد 4000 درهم، فالفكره كلها ان انت ما ينفعش تحسب كده، وما كانش راضي يتفتح مش عارف ليه ماشي، فانت بتحسب بعمله الامارات يعني. مقارنه الاسعار هناك فعلا جميله، وفي تليفونات حلوه جدا، سامسونج زد فولد زد فليب 4 ماشي، ده شكله من ورا تمام، ده عامل تقريبا 3000 وشوية، عامل 3799 درهم، ده شكله زد فليب 4 3800 درهم يعتبر، تمام. انتوا متخيلين انت هنا لو بتاخد راتب مثلا 4، ده شكل الموبايل التاني من ورا اللي هو زد، اللي هو اسمه ايه ده، فليب 4 ده، ولا اسمه ايه، فولد، اللي هو فولد زد فولد 4، ده السامسونج اس 22 الترا تمام، ده عامل 4200 جنيه،
4200 جنيه. هنشوف بقى مقاس الموبايل ده الجميل بصراحة، هنشوف برضو ايه مواصفاته. ماشي وتقريبا ده رمته تقريبا مش عارف 8 ولا كان. المهم ده شكله من ورا يعني، ده شكل الموبايل من ورا، بس بصراحة جميل يعني، احلى موبايل انا مسكته.